بهدف تقديم الدعم الغذائي لمستحقيه بطريقة راقية وأصيلة من خلال التوجه إلى باب المستحقين بدون علمهم وتزويدهم بزودة رمضان التي تتكون من مجموعة مواد غذائية، وبالإضافة لتحضير وتوزيع وجبات الإفطار اليومية بشهر رمضان المبارك، أقام مشروع بادر التنموي وللسنة السابعة على التوالي بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات وجهات المجتمع المدني في سوريا مبادرة سكبة رمضان. نحن عم نساعد السكبة لحتى اللي تصير ناخذ من السكبة وجبات بشكل دوري يوم السبت والثلاثاء والخميس، كل يوم 50 وجبة ومنزوعهم على الأطفال الشوارع. مطبخنا هون في عنا المطبخ بالسويدة، مطبخنا بالساحل السوري، ومطبخ هون بالشام وبريف دمشق. الحقيقة عم نشتغل بمساعدة كذا فريق. بلدنا بحاجتنا ولازم نحن نكون موجودين كلياتنا، خصوصا بهيك وقت انه رمضان الخير وشهر لازم نحن نقدر نعمل فيه خير. فبوجه كلمة لكل طالب او لكل حدا بيقدر يساعد وعنده وقت يتفضل يساعدنا، لانه عن جد بلدنا بحاجتنا. نحن عم نعمل هي المبادرة الصغيرة اللي هي بحجمنا صغيرة على مستوى الوطن، بس هي كبيرة بالنسبة للقلوب العالم اللي عم تشتغل لحتى نساعد غيرنا ونقدر نحقق تأثير إيجابي بالمجتمع، ونقول للعالم بأعلى صوت أنه قد ما كانت إمكانياتك صغيرة أنت بتقدر تعمل فرق من مكانك. هي سكبة رمضان للسنة السابعة على التوالي مستمرين. هي السنة عم نحاول نوصل لمناطق يعني أكثر، عم نتوسع بمناطقنا مشان نشمل عائلات أكثر محتاجة. طبعا مطابخنا متنوعة، يعني عنا بالمنطقة الجنوبية، عنا بالأدام، بالدحديل، هون في بالبرامكة، وكمان بالساحل وبمانياس، يعني عنا أكثر من مطبخ على مستوى دمشق وسوريا. تعمل المبادرة على تكريس فكر التكافل الاجتماعي من خلال إعادة نشر العادات والتقاليد السورية الأصيلة، مثل عادة زوادة رمضان، لتكون بمثابة الزوادة الداعمة للفقراء ضمن الشهر الكريم.